فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول يا شيخ ممكن أن يكون حبك لزوجتك في حكم من كانت محبتهما لله، أي رجلان تحبا في الله كان من أهل الجنة؟ نعم، وأصلا إن كانت الرابطة بينهما لله جل وعلا يكون كذلك يرفع فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.